السلام عليكم بخير الاخوان الاخوات الحباب هانيين. احنا جينا كل يوم بحلقه جديده عاوتاني ديال العقارب. زيدوا عاوتاني تشوفوا معنا الحلقه الجديده عاوتاني. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك بازي؟ محمود ما فهمتهاش خالص. لا
هذا المقص، هذا المقص. خوتي المشاهدين هانتوما ها وحده اخرى حنا شفناها عاوتاني، المقص المقص ها هو دابا هانتوما خوتي المشاهدين ها هي فينا هي. نقرب للكاميرا باش تشوفوها، ها هي فينا هي. هذا راه باقي صغير شويه، هذا راه ما كبيرش، هذا راه باقي صغير شويه. هذا هو هما فينا هما، هما ولاو دابا ثلاثة، ها الأول فينا هو، ها الثاني فينا هو، وها الثالث فينا هو، ومازال إن شاء الله غنكملو الرابع حتى هو هنايا. أو ديك الساعة يسهل الله، ديك الساعة نشوفو الخامس فين غنديرو، والسادس ديك الساعة ما حنا مع تيسير الله، مازال ما عرفنا شنو كاين، حنا هو دين لهنا مع تيسير الله. حنا فيما كانت شي بلاصة حنا غاديين معاها. ما كل نهار ان شاء الله باذن الله غنبقاو نهودو لهنايا، فيما كانت شي غار ديال شي عقرب غادي نحيدهم غنجمعهم من لهنايا في خطره كاع. لاقاش هانتوما غير دابا كندي السيد دايز هو وولادو، يكون شي واحد يعيا يقدر يعيا يجي يجلس، هما غيدي ما غيجي. بحال دابا انت شوف بحال دابا هاد الغار هذا غيبان لك، بحال هاد الغار هذا هو غادي يبان لك، هذا هو فين هو ما غاديش يبانو، غيجي بنادم غيجلس هنايا غادي يجلس، ما غيدي ما غادي يجي، يكون هما خارجين غيجلس بنادم تما كان غيشمو الريحه ديال بنادم، يقدروا يخافوا على ولادهم، يقدر يضرب بنادم صغير ودري صغير ما غيتحملش، ما غيتحملش المسؤوليه، غيولي مشى يشوف واحد غير قداش عاوتاني قداش. هذا هو شوف هذا قداش عاوتاني، يلا يلا شوف هذا قداش، ها هو فين هو، يلا ها نتوما الخوت تشوفوا ولا ما تشوفوش، ها نتوما شوف هذا قداش اش هنا، اش هذا هو اللي حمقني من قبيلة، ها هما خوت، ها هو الكمال الثالث ياك، هذا راه كامل الكمال الخامس دابا، هذا لا ديال اليوم، ديال اليوم ثلاثة، ديال اليوم ثلاثة، ها نتوما شوفوا قداش، ها نتوما شوفوا قداش هاد المصيبة، هداو هدا كبير عليهم كاملين، هداو هاو هانتوما شوفوا قداش، هانتوما شوفوا اخوتي، ها أول على الحرب والقتال، ها شوفوا اخوتي، هانتوما المشاهدين، هانتوما لكم بالله، انتم شوفوا شوفوا هذه المصيبه قداش، هذه المصيبه هذا هو، يلا يا ربي يا ما غنديروا دابا مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا، هذا راه يقتلهم. هانتوما الخوت راه حنا كنا مصيدين جوج، راكم شفتوه في الفيديو الاول، دابا حنا راه صيدنا ثلاثة، ها الاول اللي كان عندنا، ها الثاني اللي كان عندنا، ها اليوم اللي صيدنا اليوم هذا هو،
صيدنا هاد الثاني والثالث فينا هو ها هو فينا هو راه شادين لقاش ما لقيناش فين نديروه احنا قاسين قد انا قاسين قد نوجد له بلاصتو باش ما يدير زوج زدين تا هو جا شاهد معنا عندها تقرب لها هي كيفاش هادي كبيرة دابا غنحطو دابا باش ما يدابش مع الاخر انزل خد راحتك مع راسك جلس ما كانش اللي غير تسوق لك دابا وما زال عاوتاني غادي نزيدو نشوفو عاوتاني معانا شنو كاين فور عاوتاني هادو صافي خليهم هنايا وزيدوا معنا تابعونا نشوفوا عاوتاني نشوفوا شنو فور عاوتاني مازال خاويين هادو هما عندي ديك العصا اللي كتفيكسي اللي كنت جبتها بعد
عاوتاني جبدنا واحد اخر عاوتاني. فين هي فين هي فين هي؟ ها هو حنا ولينا جبدنا واحد اخر. ها هو فين هو؟ اجي تشوف ها هو. يا والله سلت ندخل والله رب احنا قانين عليه والله رب. دابا مو حاله واش يبغى يخرج دابا. صافي دابا مبغاش يقع الامان كاع في داك الخرجة اللي خرج شدينا ولا هربنا دخل الداخل. صافي مقراش الامان دابا ولا يخرج نحفرو عليه عاوتاني حنا نشوفو على الله. فين كان الغرب؟ مبقاش يبان كاع. ايوا انتم ما تشوفوا
الله يعاون. هانتوما تشوفوا منين بغينا نجبدوها، هانتوما راكم شفتوها قدام عينيكم جبدناها، منين بغينا نشدوها ولات هربت دخلت. ايوا منين بغينا نحفروا عليها نقلبوا على الغار ديالها هانتوما تشوفوا، وري للمشاهدين وريهم الغار واش كاين الغار ولا ما كاينش. هانتوما هي ما نحفروا اخوتي والغار والو ما كاينش. اخر اخوتي ها واحد الغار اخر، ها هو تا هو عاوتاني راه عامر، حنا تنحاولو معاه. جاي صاحبي هو خرج، ها هو خوتي، ها هو شفتو، ها هو هذاك الطاسة. ما بركت ما نسخش الصغيرة، دير الصغيرة تما هاهي نديرو الله الله هاهي الصغيرة درناها تما فين. هانتوما خوتي شوفو شحال ولاو، كبير خير خوتي. حاش غادي نقول لكم، حنا كملنا دابا غادي نمشيو بحالتنا، ها اللي جاب الله اليوم، ها جيو تشوفوا الله يا ربي زيد قربوا ها
ها نتوما شوف هادشي اللي جاب الله. كانوا عندنا جوج وزدنا عليهم يا سيدي، جوج ثلاثة أربعة خمسة، دابا ولاو عندنا سيدي ستة هما اللي ولاو. كانوا عندنا جوج وزدنا أربعة هما ستة. ها نتوما أخواتهم مازال مازال معكم إن شاء الله بإذن الله، ومازال غنزيدو تشوفو الجديد وميعادنا إن شاء الله الحلقة الجديدة. السلام عليكم.